أعرف عن نفسي الكثير. أنا فتات إنسان يتظاهر إنه على قيد الحياة. أنا يونس في بطن حوت كافر. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. دور على ايه؟ على دي؟ تاجر بغال ايه كده؟ جرى يا دكتور مدفون؟ عم سيد اللي كان بيقعد في البيت ده وعند الشجرة هنا. عم سيد الترزي؟ ياه ده مات من 4 سنين. لايح كده بقى تبقى بتأذي نفسك. انت كنت تعرف ان الخنزير ما بيدبحش.
عم سامع قطع رجل يضع المعدوم شراع وبعد أيام قطع ذراعه ندما على قتلها فأودع ملاستان قانون للمجانين. يبقى اللي شفته ده حقيقي مكتوب في كتاب الجبارة اللي لقيناه. وانت شفت ايه بالظبط؟ ايه شفت؟ حياة زي حياة شريف بالظبط بس في عصر. بس هيفضل الفرق بين الحقيقة والخيال باب اسمه الفضول.